أنا اعتدت شراء الفاكهة من البستان لأنها أحسن وأرخص. هذا وضاح الذي دخل البستان متسللا؟ أين شرد ذهنك يا هذا؟ لا شيء، لا شيء. يا روضة الوضاح، قد عنيت وضاح اليمن، فاسقي خليلك من شراب لم يكدره الدرن. الريح ريح سفرجل، والطعم طعم سلافدا. إني تهيجني إليك حمامتان على فنن. فعص الوشاة، فإنما قول الوشاة هو الغبن. إن الوشاة إذا أتوك تناصحوا، ونهوك عن دست حبيبة موهنا، إني وعيشك في سكن. أبلغت عنك تبدلا، وأتى بذلك مؤتمن، وظننت أنك قد فعلت، فكدت من حزني أجن. أتصدق بقول الوشاة يا وضاح؟ يقول لك أحدهم فتصدق؟ لا لا، بل قلت له أسكت فلست مصدقا. ما كان يفعل ذا أظن. إني وجدك لو رأيت خليلنا ذاك الحسن يجفوه ثم يحبنا، والله مت من الحزن. أخبره إما جئته أن الفؤاد به يجن. ولماذا ترسل من يخبرني وأنا الآن بين يديك، أسمع منك وتسمع مني؟ ليتني أسمع منك ما يبرد نار الفؤاد يا روح الفؤاد. ويلي منك يا عبد الرحمن، أبعد كل ما تسمعه مني وتراه؟ تعاتبني وكأني أصد عنك وأجفوك. إني أريدك لنفسي، لي وحدي. من تراه غيرك بنفسي وبقلبي يا وضاح؟ أريدك أقرب وأقرب، أريد أن أخطبك. هذا أمر ليس بيدي يا نور عيني، لي أب يسأل في هذا. أتظنينه سيرضى بي؟ دعنا ننام بوقتنا ولا تكثر الأسئلة. ألن تخبرني عن سبب ما أنت فيه من اضطراب يا رجل؟ لا شيء، لا شيء، ليتني أكون واهما. أمحموم أنت وهذا هذيان الحمى؟ قل لي أي شيء يريح فؤادي فأنا أحس بشر سيأتي. أعوذ بالله من الشر. أمي وأبي يتحدثان أم يتغازلان؟ ليت ظني لم يصدق. أنت إذن من رأيته يتسلل إلى ذاك البستان؟ يتسلل؟ ماذا تعني يا رجل؟ ابني أنا يتسلل؟ ألص هو؟ قل ما يقنعنا يا وضاح، فإني أعرفك صادقا، لما دخلت ذاك البستان بحذر وتسلل؟ أنا
أنا كنت أريد أن كنت أريد كنت تريد ماذا؟ تكلم. وضاح يا ولدي، إن الفعل المريب يأتي بسوء السمعة، وفعلك مريب يا وضاح. لا يا أبي، أنا لم أفعل إلا ما يفرضه علي قلبي. قلبه؟ امرأة، هناك امرأة تتلاعب بقلب ولدي، وكيف لا؟ كيف لا وهو أجمل الشبان وأكثرهم تأنقا وأدبا وشعرا؟ لا تدع قلبك يقودك إلى ما لا تحمد له عاقبة يا وضاح، فإن الهوى يدعو إلى الهوان. لا هوان في حبي لروضة. روضة؟ روضة بنت صاحب الضياع والثروة؟ أبوها صاحب البستان يا وضاح، أتدخل على الناس في أرضهم وملكهم متسللا؟ أريد أن أتزوجها، اذهب واخطبها لي من أبيها. لا تدفع أباك إلى موقف لا تؤمن عاقبته يا ولدي. إنها خطبة بحلال أقره الله وأقره الدين، فلما الخوف من سوء العاقبة؟ روضة، أهل روضة عرب أما وأبا. وأنا أيضا عربي، أبي رحمه الله حميري يمني. أعرف إنما الرجل الذي تعهدك برعايته وأنت طفل صغير حتى صرت رجلا ليس عربيا، إنه من الموالي يا عبد الرحمن كما تعلم. ارفق به، ارفق به ولا تدفعه إلى موقف قد يصيبه بالأذى. أنا أحب روضة وهي تحبني وتلقاني خائفة مجازفة. لن أتخلى عن روضة يا أمي، لن أتخلى عنها. ويقول في متغسلا: أبغضت فيك أحبتي وقليت أهلي والوطن. إنه شاعر يا سيدتي، والشعراء يقولون ما لا يفعلون. أما وضاح فيفعل ثم يقول: إني رأيت منه الصدق في حبه وعشقه لي وحدي. من هذا الذي تتحدثين عنه يا روضة؟ إنه مجرد حديث، حديث بيني وبين مياسة. حديث عن شاعر يهواك، أليس كذلك؟ سيخطبني يا أمي، بيننا عهد ووعد. من هو؟ إنه عبد الرحمن ويسمونه وضاح. من له اسمان له قلبان ولسانان، وهو يخدع أمثالك ويقول بلسانه ما ليس بقلبه. لا لا يا أمي لا، سيأتي ليخطبني من أبي. لا أظن أباك سيرد خطبة من كان من نسب شريف وبيت كريم، وهو أدرى مني بالرجال، ولكني أحذرك من التمادي، وإياك، إياك أن تفعل ما يفضحنا يا روضة. مياسة، أين أنت أيتها الجارية؟ نعم يا سيدتي. انظري حاجة سيدتك واحرصي ألا تخرج دون علمي، أتفهمين؟ سيدتي ارحميني ولا تجعليني ألقى عقوبة أو لومة. لا عليك يا مياسة، فلقد وعدني وضاح أن يأتي لخطبتي، وسيفعل، سيفعل. يا أيها القلب بعضما تجد
قد يعشق القلب ثم يتئد. قد يكتم المرء حبه حقبا وهو عميد وقلبه كمد. ماذا تريدين من فتى غزل قد شفه السقم فيك والسهد. إنه عاشق شارد الفكر يجلس وحيدا كئيبا. يعز علي ابني الذي ربيته 20 عاما بهذه الحال، ويعز علي أكثر أن أقف عاجزا لا أستطيع أن أحقق له رغبته وأمنيته. اذهب وكلم والد دودة ولا تتقدم لخطبتها إلا بعد أن تتأكد من موافقته. ماذا أقول له؟ وليس بيننا غير معرفة؟ لا تجعلني أدخل بيته وأحادثه. جئت سببا أو عذرا لتدخل بيته، ولا أظن رجلا عربيا يرد ضيفه أو يغلق دونه الباب. لأجل وضاح وما يكابده سأفعل، وعسى أن يوفقني الله إلى ما نرجو. أراك تسألينني عن الرجال يا أم روضة، من فلان ومن أبو فلان؟ سمعت من النساء اسم عبد الرحمن، وقالت إحداهن إن اسمه وضاح. وضاح هذا شاعر شاب صغير يردد الشبان شعره. من أهله ومن والده؟ لا أدري، يقال إنه من الموالي، لا نسب له. أصدقيني القول يا امرأة، أرى منك اضطرابا وكأنك تخفين أمرا. لا شيء يستحق الذكر، إنه أعني هذا الشاعر يسعى لخطبة بنت من بنات الأشراف. ولما لا يخطب بنات الموالي والجواري؟ عجبا والله من هؤلاء، يريدون أن يرفعوا نسبه ومكانتهم ولا يجدون غير بنات الأشراف من البيوت الكريمة. عجبا والله من هؤلاء. ما وراءك يا مياسة؟ من الخير أن لا يتقدم وضاح لخطبتك. ما الذي سمعتيه؟ هل تحدثت أمي إلى أبي؟ لم أسمع كل الحديث، لكن والدك يرفض، بل ويشمئز من الموالي، ولا يريد أن يزوج الأشراف بناتهم لأمثال وضاح. وضاح ليس من الموالي، إنه من حمير، وقد أخبرني بذلك أكثر من مرة. إن كان كذلك فلا بأس، لكني سمعت من الناس أن والده من الموالي. أنا أعرف ما لا تعرفينه يا مياسة. ما يريده الله يكون يا ولدي. أراك لست واثقة من أمر الخطبة. لا أدري يا ولدي، أرجو أن يوافق والد روضة على وساطة الوجيه الذي ذهب مع أبيك لخطبتها. لازلت لا أجد في صوتك دبرة الواثق يا هو. لا تتعجل يا وضاح، لا تتعجل يا ولدي، سيأتيك الخبر، وأرجو من الله أن يكون خبرا يسرنا جميعا. أما أنت يا حذيفة فلست مغمور النسب، فأبوك رحمه الله من قبيلة هوازن، ولا أظن بيوت الأشراف من العرب ترد خطبتك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا قول الله تعالى، والمسلم أخو المسلم.
أنت يا حذيفة جئت مع هذا الرجل لتستشيرني حول خطبة بنت لا أعرفها. إنه وضاح بن إسماعيل، وهو من حمير، وأنا ربيته حين ولدته أمه وتزوجتها. أين أهله؟ أليس له أعمام وعشيرة؟ يا حذيفة، أنا لا أدري لمن تريد أن تأخذني لأخطب بنتا لابن هذا الرجل، ولكن أقول لك، لو جاءني ليخطب ابنتي فإني أرد خطبتها. هذا ما قدرته وما كنت أخشى. ليس في عبد الرحمن ما يعيبه، وأني جاورت هذا الرجل وعرفت أهله، ولو كانت لي بنت ما ترددت ساعة من تزويجها الوضاح الشاعر. أنت إذا جئت مع رجل من الموالي لتخطب ابنتي لابنه أو ربيبه، أليس كذلك يا حذيفة؟ نعم، ولا عيب في هذا ما دمت أسعى بحلال يرضى الله عنه. يا امرأة، أكان لك علم بهذا يا امرأة؟ لا تنكري، فأنت أول من حدثني عن هذا الشاعر الذي يحمل اسمين ولا نسب واضح له. علمت من بعض النساء أن أمه تريد له بنتا. بل تريد له ابنتنا روضة، وقد جاء حذيفة مع ذاك المولى ليخطب روضة. لماذا؟ لماذا يدور هؤلاء حول ابنتي؟ لماذا؟ كل بنت يخطبها قريب أو غريب، وأنا صاحبت روضة إلى عرس صفية بنت نائل، وقد تعجبت النساء من جمالها وأدبها، فوقعت في نفس أم هذا الشاعر وأرادتها لابنها. يجب أن أعجل بزواجها، هناك من أهلنا من يريدها، وأكثر من رجل يريدها لابنه. الأمر لك، أنت والدها، وأن أتمنى أن يخطبها سيد قومه وأكثرهم جاها ومكانا. في نفس هذا الرجل شيء من عصبية الجاهلية، فلا تبتئس. بارك الله فيك وأحسن إليك يا حذيفة، كما أحسنت في مواساتي، وإني ما أردت أن أجعلك في موقف كهذا، لكني اضطررت. لا عليك، لا عليك، فإن من يسعى بخير لا يصيبه الندم مهما كانت النتيجة. في أمان الله وحفظه يا حذيفة، في أمان الله. ليتني ذهبت إلى أمها قبل أن تذهب، وسمعت منها قبل أن تسمع من أبيها. لأجل عبد الرحمن تهون علي حتى نفسي، إنه ابني الذي حملته بين ذراعي وهو في شهره الثالث، ولم أفارقه منذ ذلك الوقت، وأرجو من الله أن لا أفارقه إلى أن يحين أجلي. سيجرح قلبه الصغير إذا علم برفض والد روضة وتجهمه لكما بالقول. وضح ولدي، هون عليك يا ولدي، هون عليك. يا روضة الوضاح، يا خير روضتي لأهلك، لو جادوا علي بمنزلي.
رهينك وضاح ذهبت بعقله، فإن شئت فأحييه وإن شئت فاقتلي. أنتم الأعمام وأبناء العم ولا شروط بيننا. حسن، هذا يعني أنك موافق على خطبتنا تماما. ابنك يا حاتم خير شباننا. حسن، حسن، عندما يعود ابني من البصرة بتجارته سنأتي لنأخذ عروستنا بعد أن نجهزها بجهاز تحسدها عليه بنت الأمير. قضي الأمر إذن يا مياس. زهير بن حاتم زينة الشباب، فمن تراه ترده؟ ليس كوضاح يا مياس، لا أحد مثله. صدقتي، لا أجمل من وضاح، لكن نسبه قبح صورته عند والدك، ولا أحد يستطيع أن يراجع أباك في أمر قطعه مع أبناء عمومته. لك الله يا وضاح، كم ستقاسي من ألم وحرقة قلب حين يأتي زهير بعد شهر وقل ويأخذني إلى بيته. ليس من حمى ولا من في البطن، وعينك صافية، لا أظن ما بك إلا عشقا. اسقه لبنا واطعموه ولا يخرج كي يستقبل الهواء فتعود عافيته. طرق الخيال فمرحبا ألفا بالشاغفات قلوبنا شغفا، ولقد يقول لي الطبيب وما نبأته من شأننا حرفا، إني لأحسب أن داءك ذا من ذي دملج يخطب الكف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ذاك الرجل الغريب الواقف هناك يسأل عنك وعن عبد الرحمن. تعال يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أظنك تعرفه، لكنك تعرفني ما دمت سألت عني. هذا صحيح، أنا عم عبد الرحمن، قد جئت من اليمن. أهلاً، أهلاً وسهلاً. هيا تعال معي، فولدي عبد الرحمن سيسر لقدومي. ماذا؟ عبد الرحمن ابن أخي إسماعيل وليس ولدك. هو كما تقول، أنا لا أنكر ذلك، ولكنك قلت ولدي. دعك من هذا الكلام وتعال معي إلى البيت لتقابل عبد الرحمن. هيا. كنت تدري أنك من اليمن وبلغت مبلغ الرجال، فلما لم تأتي لزيارتنا والتعرف علينا؟ ولما لم يأتي أحدكم ليسأل عني أو عن أمي، أمي التي خرجت من بينكم وهي تحملني في بطنها. وضاح، عمك جاء ليصلح ما بينك وبين أهلك يا ولدي، وليس من الأدب أن ترد له القول بالقول. ما كان كان، وها هو عمك يا ولدي قد جاء ليصل من قطع، فرحب به ودعه ينعم بلقائك. تفضلوا اجلسوا، اجلسوا كي أعد لكم الطعام. تفضل يا عم.
يجب أن نعلن للناس أن عم وضاح جاء لزيارته. ولماذا يا رجل؟ أنسيت كيف ردنا والد روضة وطعن بنسب ابننا عبد الرحمن؟ وهل سيصلح ذلك ما فسد بينك وبين والد الفتاة؟ يعز علي أن يصاب عبد الرحمن بخيبة وألم وأن يحرم ممن يحب. أتحب عبد الرحمن كل هذا الحب؟ إنه ابني يا امرأة، ابني، وإن لم ألده. من ذا الذي يرد خطبتك ويطعن في نسبك بعد الآن يا عبد الرحمن؟ نستطيع أن نذهب ونطرق باب الرجل الذي ردنا ونخطب ابنته. حسناً، لنذهب الآن. ألا نهيئ لذهابنا؟ ألا نرسل مستأذنين؟ لنقتحم على ذاك الرجل بيته لنطلب ابنته. هيا. أنا أرحب بكم ضيوفا، لا أكثر. نحن جئنا لأكثر من ضيافة وشرب ماء أو تناول طعام. هذا عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري وأنا عمه، ونحن من أشراف اليمن، ولنا ربع ومكانة وشرف، ولا أحد يطعن في نسبنا أو يرد خطبتنا. كرم الأصل وطاب الفرع، وأني لا أدري ما سبب ذكرك للخطبة. وليس لي بنت للزواج بعد أن خطبت ابنتي وستتجهز للزواج والذهاب إلى بيت زوجها. روضة خطبت؟ قلتم وقلنا ولم يبقى من حديث بيننا. أيها الناعب، ما تقول؟ فكلانا سائل ومسؤول. لا كساك الله ما عشت ريشا وبخوف عشت ثم تقيل. حين تنبي أن روضا قريب يبلغ الحاجات منها الرسول، ونأت روضا فخبرت عنها أن عهد الوداد سوف يزول. سيموت ابني حسرة وكمدا، إنه يرقد وفي عينيه دمع وفمه لا يدخله طعام أو شراب. ماذا أفعل؟ لا بقاء لوضاح هنا. ماذا؟ يجب أن يبتعد كي ينسى. يبتعد؟ عني؟ عن أمه؟ وعن بيته؟ عن كل ما يذكره بروضة. لا. ومواطن اللقاء والأوقات التي قضاها معها. سأرحل به إلى اليمن، هناك يتعرف على أهله ويسلو روضة، وربما وجدنا له فتاة جميلة تنسيه هذه الفتاة. لا لا، هو الرأي. وإن كان غراق ابني سيؤلمني، لكني لا أجد دواء لدائه غير السفر. ولدي، أكتب علي أن أفارقك يا عبد الرحمن. لا لا، انظر يا وضاح، تلك هي جبال صنعاء، وغدا سنصل إليها. سنستريح هناك الليلة تحت تلك الشجرة. هيا. السلام
السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الرحمن ابن أخي إسماعيل، هذا جدك وهذان عماك. أهلا بك يا ولدي. رحم الله إسماعيل، لقد أنجب رجلا يخلفه ويسد مكانه. الحمد لله الذي جمعنا بابن أخينا. عاد الفر إلى الأصل، وما عدنا نسأل أين ابن إسماعيل. الحمد لله الذي جمعني بكم يا أهل. تعال يا ولدي، تعال اجلس إلى جانب. أنت في كل مكان، لا ألتفت إلا وخيالك يواجهني ليل نهار. لما رحلت عني وتركتني؟ سأرحل عنك، سأرحل عنك، سأرحل عنك كما رحلت عني. سأرحل، سأرحل. يا لقومي، يا لكثرة العذال، ولطيف سرى مليح الدلال. عاتب في المنام أحبب بعاتب إلينا، وقوله من مقالي. قلت أهلا ومرحبا عدد القطر، وسهلا بطيف هذا الخيال. وهي الهم والمنى وهوى النفس، إذا اعتل ذو هوى باعتلال. الناس تستعد لأداء فريضة الحج، فهل لك رغبة في زيارة بيت الله الحرام وقبر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ عليه الصلاة والسلام، حبذا لو أن يفعل. سرني أن أسمع منك هذا يا وضاح. سأجهزك بجهاز الحج والسفر، فلترحل معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك قد أطلت الغيبة عنا يا بديح، لم أرك منذ أن انهينا مناسك الحج. قد شغلني عنكم يا كثير، الفتى اليمني الذي يسمونه وضاح اليمني. شغلك عنا جماله وحسنه. قتلك الله يا كثير، إنما شغلني شعره، فهو يجالسني أنا وابن قيس الرقيات، ويسمع منا ويسمعنا من شعره الرقيق الجميل. أظنك ستدخل على الخليفة الوليد لتغنيه من شعر وضاح اليمن. ليس في مكة يا هذا، بل في المدينة المنورة حيث يقيم الآن. أنا أيضا سأفد عليه لأمدحه. علينا بزوجه أم البنين، فهي ما زالت في مكة، وأنت أدرى مني بحبها للشعر وتقريبها للشعراء، وما أن تراني حتى تنتحي بجانبا وتسألني عن الشعر.
بديح، اذكرني عندها، اذكرني. سأفعل سأفعل. ليس هذا وقت غناء يا بديح، وإلا أمرتك أن تغني، لكن دعنا ننتظر حتى نعود إلى المدينة، وهناك أسمع منك ما أريد من غناء. يسرني أن ترفع مولاتي مكانتي وتشرفني بمجالستها. إذا كنا لا نسمع الغناء فلنسمع الشعر. حبا وكرامة، سأدعو الشعراء الوافدين على هذا الموسم. أولهم كثير عزة، وثانيهم عبد الله بن قيس الرقيات، وثالثهم وضاح اليمن. من وضاح اليمن هذا؟ شاعر شاب وفد مع أهله، واجتمع إليه بعض الشعراء فأنشدهم شعرا جعل ابن قيس الرقيات يتعلق به ويجالسه. لن أبرح مجلسي هذا حتى تأتيني بمن ذكرت من الشعراء. سأتيك بهم في الحال ليتشرفوا بمجالستك. لا يخلو مجلس من مجالس الموسم من ذكر عمر بن أبي ربيعة. وكيف لا يذكر وقد كان ملح المواسم وطيبها. صدقت يا عبد الرحمن يا وضاح الوجه واللسان، واني أذكر دوما عمر بن أبي ربيعة ولساني وردت قصيدته الرائية. بينما ينعتنني أبصرنني دون قيد الميل يعدو بي الأغر. قالت الكبرى أتعرفنا الفتى؟ قالت الوسطى نعم هذا عمر. قالت الصغرى وقد تيمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ سبحان الله، كنت أبحث عنكم فإذا بي أجدكم مجتمعين. هل أعددت طعاما وتريد أن تجمعنا عليه يا بديع؟ مولاتي أم البنين تريد أن تسمع منكم الشعر. سمعا وطاعة وحبا وكرامة. وأم البنين زوج أمير المؤمنين تريد سيدي كثير وسيدي عبد الله، أليس كذلك؟ وأنت معهم يا وضاح. هيا 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 عجلوا. هيا هيا بنا هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف أنت يا كثير؟ بخير الحمد لله، ما دامت مولاتي تواسيني بسؤالها عن أحوالي. هل ما زلت تحن لابن الزبير وترثيه وتذكره بخير يا ابن الرقيات؟ كيف لا أذكر ذلك التقي العابد الورع بخير يا مولاتي؟ أحسنت وبارك الله فيك لحسن الوفاء. وهذا ثالثه. السلام على مولاتي. وعليكم السلام. سبحان الله، صدق من سماك وضاح أيها الفتى، فأنت تنير ما حولك. وأنا أظلم ما حولي، أليس كذلك؟ يا كثير، أريد أن أسألك عن عزة، كيف هي؟ أنا أراها بعين لا تراها بها الناس، هي عندي كالبدر ليلة التمام. عزة يا مولاتي سوداء مثلي. إذن كيف تقول يا كثير من الخفيرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت أحدوثة أن تعيدها؟ قدمت عذري في أول حديثي يا مولاتي، أنا أراها بعين العاشق. أسمعني من شعرك بعزة وإياك إياك أن تبالغ. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالتي عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر. بل شاع سرها بسبب شعرك يا كثير. أليس من عجيب الاتفاق أن يكون اسم صاحبتك كثيرة ونحن هنا مع شاعر اسمه كثير يا ابن الرقيات؟ كثير مصغر صغير يا مولاتي، أما صاحبتي فهي كثيرة غير مصغرة. هل هي بجمال كثير يا عبد الله؟ لو كانت تشبه كثير لما التفت إليها. دعنا من هذا الحديث واسمعنا من شعرك في كثيرة. عاد له من كثيرة الطرب
فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح ومحلتها لا أمام دارها ولا سقب. والله ما أنصبت إلي ولا إن كان بيني وبينها سبب، إلا الذي أورثت كثيرة في القلب، وللحب ثورة عجب. في شعرك عفة محمودة يا ابن قيس، وأنت تقول ما انصبت إلي. إذا أذنت مولاتي فأنشد أبياتا لابن الرقيات غنيتها يوما. أسمعنا يا بديح. يقول عبد الله بن قيس: حب ذاك الدل والغنج والتي في عينها دعج، والتي إن حدثت كذبت، والتي في وعدها خلج، وترى في البيت صورتها مثلما في البيعة السرج. خبروني هل على رجل عاشق في قبلة حرج؟ قاتلك الله يا بديح، أنت ذكرت البيت الأخير لتبين أني لست عفيفا في حب دائما. ما بال شاعر اليمن ينظر حوله ولا يسمعنا صوته؟ ربما كان يتفكر ويتذكر، أو يحاول أن ينظم أبياتا. دعه يسمعنا صوته. هل سنسمع من شعرك أم من شعر غيرك يا وضاح؟ كما تحب مولاتي وتأمر. أسمعنا من شعرك. حبا وكرامة، جودي علينا اليوم أو بيني، فيما قتلت الرجل المسلم، ما علق القلب كتعليقها، واضعة كفا علت معصما، ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما، لا منة أعلم كانت لها عندي ولا تطلب فينا دما، بل هي لما أن رأت عاشقا صبا رمته اليوم في من رمى. ما أرقه من شعر وما أعذبه، أعذب الشعر أكذبه. لا تنغص حلاوة الشعر يا بديح بكلمات لا تناسب سرور هذه الليلة. أنت يا وضاح مكتمل المحاسن وجها ولفظا وشعرا، وستكون جائزتك كجائزة الكهول من الشعراء. إني أنتظر قدومكم جميعا إلى المدينة لتدخلوا على مولاكم الوليد بن عبد الملك وتؤانسوه كما آنستموني الليلة. وضاح، أنت في عجلة لأنك تريد بلوغ المدينة كي تدخل على أمير المؤمنين وتمدحه، أليس كذلك؟ إنه المنى يا عم، فليس هيناً أن يقف شاعر صغير مثلي بحضرة الخليفة الوليد ويمدحه. وهل أعددت أبياتاً تليق بمكانة أمير المؤمنين؟ بدأت بأبيات قد أجعلها مطلعاً لقصيدة، لكني سأقلب فكري في أثناء سفري إلى المدينة حتى أنظم أبياتاً لها وقع في نفس سامعها. صاحباك يتشاوران فيما نتشاور فيه. كثير عبد الله بن قيس اعتاد الدخول على الخلفاء والأمراء، وهما أعلم مني بما يناسب كل مقام من شعر. اتبعهما وتعلم منهما يا عبد الرحمن. بل أتبع قريحتي وأنظم ما أراه مناسبا بحق مولانا الوليد. استودعك الله يا عم. في حفظ الله ورعايته يا ولدي. لقد شوقتني لسماع الشعر، وأني سأدخل إلى مجلسي للاستماع للشعراء، وخاصة وضاح اليمن هذا الذي أكثرت من ذكره يا أم البنين. لو تراه هو يجلس بين الشاعرين الكبيرين كأنه فتى صغير، لما خطر ببالك أن تسمع منه شعرا عذبا جزلا؟ سأدخل وضاح اليمن لأستمع إلى شعره،
وسأكون وراء الستر لأسمع وأنظر. السلام على مولانا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها اليمني. سمعنا عنك خيرا، ونريد أن نرى إذا كان السماع كالعيان أيها الشاعر. أرجو من الله تعالى أن يجعلني في رضا مولانا أمير المؤمنين وقبوله. أسمعنا من شعرك لنحكم ونقول رأينا فيه. صبا قلبي ومال إليك ميلا، وأرقني خيالك يا أثيلا، فإنك لو رأيت الخيل تعدو سراعا يتخذن النقع ذيلا، إذا لرأيت فوق الخيل أسدا تفيد مغانما وتفيد نيلا، إذا سار الوليد بنا وسرنا إلى خيل نلف بهن خيلا، وندخل بالسرور ديار قوم ونعقب آخرين أذى وويلا. أحسنت واجدت أيها الشاعر، وسنحسن لك المكافأة. في بقائك فتنة أيها الشاعر الوسيم، وإني يجب أن أتقي الشر قبل وقوعه، وأغلق باب الفتنة إلى الأبد قبل أن تصيب أهل بيتي. امنحوا هذا الشاعر 1000 درهم وحله، ولينصرف إلى أهله، فإننا لا نريد أن نؤخره عن السفر. كنت أتمنى أن أودع مولاتي أم البنين.